السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة المنطق والبيان. نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كل عام أنتم بخير. هذا يوم عيد، عيد الأضحى المبارك، تمام العشرة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وخير عمل وأعظم عمل يقوم به المسلم في هذا اليوم هو الأضحية. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، أي الأضحية. وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا، أي الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة، أي للمضحي بكل شعرة من ذبيحته حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة من الصوف حسنة، بكل شعرة من الصوف حسنة. فهنيئا لك أيها المضحي. لنتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ولده، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فرؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، فلما رزق إبراهيم عليه السلام الولد على كبر أحبه وتعلق قلبه بولده، فالله عز وجل أراد أن يختبر هذه الخلة فأمره بذبح ولده. ما كان من إبراهيم إلا أن أطاع الله عز وجل. وأراد إبراهيم عليه السلام أن يشرك ولده في هذا الاختبار، فسأله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر؟ وقرأ حمزة والكسائي من السبعة: فانظر ماذا تري، من أريته الشيء ماذا تريني من أمرك. ما كان من الغلام إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أي اختبار هذا؟ إنه بلاء عظيم. إن الله قال إن هذا لهو البلاء المبين. وعندما ننتهي من صلاة العيد عليك أن ترجع إلى هذا المصحف لتنظر كلمة البلاء هنا كيف كتبت، تجد أنها كتبت بصورة غير معهودة، زيدت فيها الواو وزيدت فيها الألف. لماذا؟ لعظم البلاء. إن الله أمره أن يذبح ولده الذي كان ينتظره طوال عمره. لو أمره بذبح أي شخص آخر ربما يكون الأمر هينا بعض الشيء، لكن يذبح ولده بلاء عظيم، اختبار عظيم من الله عز وجل. فهم إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، إسماعيل عليه السلام يقول يا أبت إذا هممت بذبحي فأحد شفرتك ليكون أهون علي، واشمر ثيابك حتى لا ينتضح عليها دمي فتراه أمي فتحزن، وأقرئ أمي مني السلام، وأضجعني على شقي حتى لا تنظر إلى وجهي فتتقاعس عن أمر الله. فقال نعم الولد المعين على طاعة الله عز وجل. يمرر إبراهيم عليه السلام سكينه على رقبة ولده، وملائكة الرحمن تشهد هذا المشهد، نبي يذبح نبيا، فجاء النداء من عند الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فداه الله عز وجل بكبش نزل من السماء، سنة أبيكم إبراهيم. يوم العيد يوم فرحة وبهجة وسرور، أسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا عليكم وعلى ذويكم وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلي وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الأيام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله. لو تدبرت معي في كتاب الله عز وجل لوجدت أن الله عز وجل يأمرنا بالذكر بعد الانتهاء من أي عبادة. في صلاة الجمعة قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عن هذه الأيام واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام، والذكر أيسر العبادات ولكنه كبير عند الله. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، عبادة يسيرة ولكنها عظيمة عند الله عز وجل. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به أي أتمسك به. قال صلى الله عليه وسلم
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي داوم على ذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل عبادة عظيمة. الله عز وجل قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما أمر الله عز وجل بشيء من العبادات أن نكثر منه إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم احشرنا في زمرة الذاكرين، اللهم اجعله عيدا سعيدا علينا وعلى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم اجمعنا دائما على الخير، وعافنا في أبداننا، واهد أولادنا، ووسع أرزاقنا، وبارك في أعمارنا وفي ذرياتنا. اللهم اختم لنا بالإيمان وأدخلنا الجنة بسلام. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.